استقبل عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي، وبحث معه مستجدات الوضع السياسي واستكمال الكابينة الحكومية والآفاق المستقبلية لتحالف الإصلاح والإعمار. الحكيم شدد على استكمال الكابينة الحكومية واستزار الكفوء والأفضل لتوجيه الحكومة نحو أولوياتها من توفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة، مجددا دعمه لحكومة عادل عبد المهدي، وداعيا إلى تكثيف اللقاءات بين تحالف الإصلاح والإعمار للوصول إلى حالة التكامل في الأداء.